السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الكرام، أرحب بكم من جديد في تتمة هذا الفيديو الذي قمت بتنزيله على القناة في الأسبوع الماضي، والآن إليكم التتمة، فتابعوني إلى النهاية من فضلكم، خاصة للمشتركين الجدد معي على القناة. إن نال هذا الفيديو إعجابكم فاكتبوا ما تيسر من تعاليقكم. إذا أيها الإخوة في الله، في هذا الفيديو أتم لصق العقيق السرع على الدرس المتصل. فبالنسبة للهبطة أو النستوك، قمت بتضريس العيون بالقطان الصقلي الغليظ. أما الكول فقمت بتضريس العيون بالقطان الصقلي الراكد، لأن النسفتوك أو الهبطة هي واجهة القفطان وفي نفس اللباس واجهة الجلابة. فالفرق بين الجلابة والقفطان، بالنسبة للجلابة لها كوب وجياب وعطفة تم تنبالها وخياطتها باليد أو الماكينة. أما القفطان فله كول وصفيفة في العطفة بدون جياب، فيما أن هذا اللباس له كول وعطفة تم خياطتهما باليد وممتلئة بالعقيق. يعني إذا تشابه القفطان بجلابة فيجمعهما اسم جلابة قفطان. أعود إلى الفيديو. فأول وقبل شيء، أملأ الإبرة المناسبة بالخيط المزدوج على ثلاثة. هذا الخيط الذي أقوم بالعمل منه متين. أما إذا كان الخيط عادي فأقوم بمزدوجه على أربعة أو خمسة، لأن العقيق أسرع فهو من زجاج. إذا كان الخيط على اثنان أو على واحد، ففي المسبنة تعرض الجلابة قفطان أو يعرض العقيق أسرع للإتلاف والضياع. فعلى بركة الله أقوم بجذب الهبطة قليلا لبيان العيون بانتظام. بعدها أملأ الإبرة المناسبة بالخيط المزدوج، ثم ألصق العقيق حبة حبة، فكل حبة من السرع ضربة أولى في العين والضربة الثانية في العقيقة السرع. بعدها ضربة في العين الموالية والعين الأخرى، ثم أجذب الخيط وأستمر في ضربات الإبرة بالعقيق الأولى والثانية والثالثة حتى أكتمل الهبطة والنسفتوك. فهذه هي الطريقة الأساسية لعمل تنبات العقيق السرع على الدرس. Jack it up.
إذا المشاهدين الأفاضل، بعد إنهاء نصف توك بملء العقيق على الدرس، أستعد لملء العقيق الرقيق زمرد على العيون في الكول، فأقوم بزول العقيق الرقيق من الخيط أو السلك، ثم أقوم بملئه على الدرس في الكول، وحسب ما ترون معي ها أنا أقوم بلصق مملء العقيق للدرس الذي لدينا في الكول، فلصق حبة بعد حبة حتى إكمال دورة الكول. Jack it up. Jack it up. فهذا مشاهدين الكرام كل ما كان لدينا لكم، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.
Jack it up.